تذكرت النوم معتبس وطافني موعدي. إن الله وإن إليه راجعون. شو السؤال الحين؟ قولوني شو أسوي؟ قولوني شو أسوي؟ موعدي موعدي طافني. ويلي من أمي ويلوه. قسم بآيات الله لا تمشيني بالطراق. يلا عاد شوف متى تحصل موعد. هذا شنو؟ سبانش. روق عادي كف كفين على الخفيف. عادي ما فيها شيء. كف كفين على الماشي بس خلني أروق شوي. حط حبة ثلج. الحين قهوة مسكرة كل شيء مسكر. تعال خلاص الساعة 8 عندك مشاريع الانستغرام. والله قوي يا جماعة. صاحب المعروف 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 يا جماعة. صاحب المشروع عارفة معرفة شخصية. أنا بنفسي عارفة معرفة شخصية. حلو. الولد صغير في السن ما شاء الله تبارك الرحمن. والله العظيم اني ما توقعت الشيء هذا منه ابدا. اول شيء البوكس وترتيبه مثل ما انتم شايفين. طبعا هذه انواع المهيتو مثل ما انتم شايفين. هذا الروزاتي هذه ما ادري شنو مثل ما تشايفين. سلكولي توني قاعد من النوم عظامي تراعد خايفة من أمي. أكلج سلكولي توني قاعد من النوم عظامي تراعد. المهم بحط لكم مشروعه وصورة الانستغرام ورا هذه السنابة. شغل والله العظيم فوق الخيال من ناحية الترتيب ومن ناحية الطعم. في بعض الناس يهمهم أكثر شيء اللي هو الشكل أنت ما عليك من الشكل عليك من الطعم. لكن اليوم جبنا لكم مشروع شكل وطعم ما شاء الله تبارك الرحمن. نظافة والبوكسات ترى هذه واصلة من الساعة 4 العصر وكنت نايم أنا وليل حين باردة.